مرحبا كي جي تو، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بخير. سنقوم اليوم بنشاط فني حول الخطوط الأفقية والخطوط العمودية. سوف نصنع وروداً. عنق هذه الورود مصنوع من الخطوط العمودية، وأوراق هذه الورود مصنوع من الخطوط الأفقية. إنه نشاط سهل جداً. من أجل هذا النشاط أنا بحاجة إلى ورقة بيضاء وإلى قطعة من السانيتا. يجب أن أطويها بهذا الشكل حتى أحصل على شكل الزهرة. أنا بحاجة أيضا إلى الكوتونتيج أو ريشة لصنع الخطوط العمودية، كما بحاجة إلى الألوان. لقد اخترت اللون الأحمر، اللون الأصفر، واللون البرتقالي. وبما أنه ليس لدي اللون البرتقالي، لقد مزجت الأصفر مع الأحمر لأحصل على اللون البرتقالي. كما أيضا أنا بحاجة إلى اللون الأخضر لأصنع عنق الزهرة. وأيضا بما أنه ليس لدي اللون الأخضر، لقد مزجت الأزرق مع الأصفر لأحصل على اللون الأخضر. دعونا نرى كيف. أولا، لقد وضعت هنا في هذا الصحن القليل من اللون الأحمر واللون الأصفر. سأضع الآن، سأصنع اللون البرتقالي من خلال مزج القليل من اللون الأحمر والقليل من اللون الأصفر لأحصل. سوف أمزجهم بالريشة لأحصل على اللون البرتقالي. تستطيعون أن تختاروا اللون الذي تريدونه. فمثلاً إذا مزجتم الأزرق مع الأحمر تحصلون على البنفسجي. أنتم تقررون. إذن هذا كل شيء، لقد أصبح لدي هنا اللون البرتقالي جاهزاً. دعونا نبدأ العمل. إذن كما قلت سابقاً، كل ما علي فعله بواسطة السانيتا، سوف أضع السانيتا في، أبللها باللون الأحمر ومن ثم أطبعها على الورقة البيضاء بهذا الشكل. حتى أحصل على رأس الزهرة. حسناً، الآن سوف أختار قطعة ثانية من السانيتا وسوف أضعها باللون الأصفر. وبهذا الشكل أطبعها على الورقة لأحصل على الزهرة الصفراء. أما أستطيع أن أستعمل نفس السانيتا، أضعها في اللون البرتقالي ومن ثم أطبعها على الورقة بهذا الشكل. أستطيع أن أستعمل الإسفنجة بدل السانيتا أو حتى سيفة، أي شيء لديكم. حان الوقت الآن لنصنع عنق الزهرة من الخطوط العمودية وأوراق الزهرة من الخطوط الأفقية. لذا أنا بحاجة إلى اللون الأخضر. لأحصل على اللون الأخضر سوف أمزج القليل من الأزرق مع اللون الأصفر. أمزجهم جيداً بالريشة على هذا الشكل. انظروا كيف حصلت على اللون الأخضر. الآن أبدأ بصنع الخطوط العمودية.
كيف أصنع الخطوط العمودية؟ كل ما علي فعله هو أن أبدأ من فوق إلى تحت على هذا الشكل. أستطيع أن أستعمل الريشة أو الكوتون تيج. إذن أصنع الخطوط العمودية من فوق إلى تحت. الآن يجب أن أصنع أوراق الزهرة من الخطوط الأفقية. كيف أصنع الخط الأفقي؟ أبدأ من اليمين إلى الشمال، من اليمين إلى الشمال على هذا الشكل. إذن الخطوط الأفقية يجب أن نبدأها من اليمين إلى الشمال باللغة العربية. هذا كل شيء. هكذا نكون قد حصلنا على 3 أزهار، كل زهرة بلون. عنق هذه الأزهار وأوراقها صنعت من الخطوط العمودية والخطوط الأفقية. أتمنى أن تكونوا قد أحببتم هذا النشاط. أراكم لاحقاً. إلى اللقاء.